هذا الخبر أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام أعلى سلطة رياضية في سوريا موفق جمعة أن اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018. أوضح جمعة أن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل منتخب بلاده سوريا قائلا: منتخب سوريا للجميع، والسومة أحد اللاعبين المميزين، وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب. ووفق ما ذكرت وكالة فرانس بريس طبعا أو وفق ما ذكر جمعة لوكالة فرانس بريس، أوضح أيضا أن اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخرا لصفوف المنتخب لعب دورا كبيرا في المحادثات التي تمت مع السومة بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقا مقربا له. كان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال، إلا أن اللاعب اعتذر عن دون توضيح الأسباب. يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدوري الحاسم المؤهل لمونديال روسيا، وله من النقاط 8 نقاط بقيت له في هذه الجولة أو في هذه البطولة الجولة الثانية، مباريات مع الصين وقطر. اللقطات أمامنا هي لقطات حصرية كانت القنوات السعودية الرياضية في كأس آسيا للشباب عام 2008 التي أقيمت في الدمام. عمر السومة في هذه اللقطات كان لاعبا للمنتخب السوري للشباب، من بعدها عمر السومة توقف تحديدا الفترة الأخيرة في التصفيات الأخيرة، وصاحب ابتعاد الكثير من الحديث وأيضا التفسيرات والآراء. وعمر السومة لم يوضح الأسباب بشكل يعني مباشر، وكان الحديث فترة مضت عن تجنيس قد يكون لعمر السومة سواء في السعودية أو في بعض دول الخليج بعد رفضه مشاركة منتخب بلاده خلال الفترة الماضية لأسباب يعتقد أنها يعني مقنعة ويقدمها دائما للشارع السوري. فراس الخطيب والذي ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن موفق جمعة رئيس الاتحاد السوري أنه هو من أقنع عمر السومة بهذه العودة ينضم إلينا هاتفيا الآن. كابتن فراس أهلا وسهلا. هلا فيك، مساكم الله بالخير وصبح عليك ومسي عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. حياك الله كابتن فراس. أولا كابتن، في البداية أنت رجعت لمنتخب السوري ولعبت في المباريات الماضية وكنت متواجد فترة أطول، يعني وكانت الناس يعني تفسر هذه ببعض التفسيرات التي لم تروق لبعض المحبين لفراس مثلا، إلا أنه فراس عنده موقف في هذا الأمر. ما الذي جعل فراس الخطيب يعود لوضع للمنتخب السوري في ظل هذه الأوضاع التي تحتمل أكثر من تفسير؟ بالنسبة للعودة للمنتخب واللعب في المنتخب هذا شيء رياضي بحت، ما راح نخرج من إطار الرياضة أبدا. والحديث عن هذا الموضوع يعني حديث خاص. نتكلم أنا رياضيا، نحن رجعنا للعب في صفوف المنتخب واللي نتأمل إن شاء الله إدخال الفرحة والسرور للشعب السوري أيا كانت توجهاته وأيا كانت يعني مطالباته. لكن نحن كرياضة نتكلم كرياضة، اليوم رجع فراس، عودة فراس الخطيب كانت فقط رياضية، ما نتكلم عن أي شيء آخر. في البداية ما كان عندك رأي أنه لا العودة ما تكون الآن وكان لها أسباب؟ كلمتك أنا، العودة موضوع رياضي بحت، أنا عارف ما لأي شيء ولا لأي ندخل في أي أمور ثانية يعني أو شغلات ما تخص الرياضة يعني. أنا بالنسبة إلي كان إلي موقف للعب في المنتخب في فترة ما، والفترة الأخيرة صار وتمت عودتي للمنتخب. والآن تفكيري وتركيزي أنه مثل ما قلت لك أنه ندخل الفرحة والسرور للشعب السوري عن طريق كرة القدم. لو فرحة وسرور أو ضوء يعني يجي في ظلام دامس محيط بأجواء سوريا، لكن نسأل الله عز وجل أنه تنزال الغمة عن سوريا ويرجع إن شاء الله الشعب السوري ان شاء الله. فهذا اللي نتامل. طيب ان شاء الله باذن الله. زميلك عمر السومة كان في فتره ماضيه كنت اسويه في الدوري الكويتي، وايضا صديق لك في المنتخب في فترات ماضيه واحد مقربين لفراس الخطيب،
اليوم موفق جمعة رئيس الاتحاد السوري ذكر أنه أنت كان لك دور كبير في إقناع عمر السومة بالعودة حتى أنه عاد وسيكون ضمن صفوف المنتخب السوري خلال الفترة القادمة، ما حقيقة ذلك؟ وش نوع الحوار اللي دار بينك وبين عمر السومة أيضا والاتحاد السوري؟ بالنسبة عمر أخ بالنسبة لي، قبل لا يكون صديق وقبل لا يكون لاعب، فما أتمناه لنفسي أتمناه لعمر السومة. يعني عمر السومة لاعب كبير وإضافة كبيرة، الكل يعني لا يشك في هذا الموضوع. وبالنسبة لعودته، مطالبات جماهيرية بحتة في سوريا طالب في عودة عمر السومة. الحديث اللي دار بيني وبين عمر أن الأمور الحمد لله يعني أمور جيدة ضمن المنتخب، نتكلم أمور جيدة أمور إيجابية، نملك فرصة ذهبية للتأهل، وصولنا لهالمرحلة هاي يعني ممكن يعطينا نقطة أو شيء من خال الفرحة والسرور لقلب السوريين. جميل. وهذا الشيء اللي خلاني أنا وعمر نفكر في العودة. أنت عدت رسميا، هل عمر يعتبر عاد رسميا اليوم كابتن؟ طبعا إن شاء الله نحن نتأمن عودته رسميا إن شاء الله بإذن الله. صفت أمور نسأل الله أنه يتم بدون إصابات ويتم في تألق وتوهج الدائم إن شاء الله. وبالنسبة لأنا إلي شخصيا تفكيري عمر السومة ينقصه أنه يلعب في المنتخب حتى يكون أفضل لاعب في آسيا، لأنه يملك كل الإمكانيات. صحيح. ويكون هو اللاعب الوحيد في سوريا يحصل على لقب أفضل لاعب في آسيا. وإذا ما لعب عمر السومة في المنتخب من المستحيل أنه يكون النجم الأول في آسيا، وهو قادر على إحراز هذا الشيء في الوقت الحالي. طيب. وفي السنوات اللي مبدع فيها عمر، حرام ما يكون منافس أو هو بطل أو أفضل لاعب في آسيا، وهذا الشيء اللي نتمناه لعمر. يعني ممكن نشوف إن شاء الله في مباريات الصين وقطر القادمة عمر السومة وعمر خربين هم مهاجما أو مهاجمي المنتخب السوري؟ والله هذا شيء أكيد إن شاء الله. إذا تواجد عمر وتواجد عمر خريبين وعمر السومة بالمنتخب أكيد راح يكون لاعبين ممتاز. عمر السومة صار بينه وبين الاتحاد السوري حديث بناء على وساطتك هذه بالإعلان الرسمي؟ يعني أنا بالنسبة إلي حديث كان خاص بيني وبين عمر. أما في أمور ثانية أنا ما بتدخل فيها، لأن حديث بين عمر السومة والاتحاد السوري هذا شيء انا يعني ما اتدخل فيه، لكن اللي صار فيه حديث بيني وبين عمر. ممتاز. وبعض الامور واستفسارات. ممتاز. والحمد لله يعني عمر هو يعني دائما كان يصرح ودائما يرغب. طيب. في اللعب في المنتخب، كل لاعب يعني يكبر في منتخب. صحيح. بلاده. صحيح. ويحب يمثل المنتخب، يعني احنا كلاعبين ننتظر الفرصه اللي نمثل فيها المنتخب. اكيد اكيد كابتن أكيد. لكن أخيرا، ماذا عن حظوظ المنتخب السوري فيما تبقى؟ هو اليوم المركز الرابع في مجموعة تضم إلى جانبه الصين وقطر وأوزبكستان وإيران. والله وش وضعكم؟ حظوظنا صعبة، نحن حظوظنا صعبة، لكن نحن نتأمل أن الفوز في الثلاث مباريات ممكن تكبر حظوظنا، ونحن قادرين إن شاء الله. إذا الفوز حاليا عندنا مباراتين مع الصين ومع قطر، فإذا خذينا 6 نقاط راح يكون إيران متأهل أوتوماتيكيا. صحيح. لكأس العالم، فممكن يلعب في الصف الثاني حتى لو لعب في بوجود عمر السومة، حتى لو لعب إيران في كامل صفوفه ويلعب في كامل قوته، قادرين بإذن الله المنتخب السوري. أكيد. بالذات أن عمر السومة أصلا له مواقف يعني مع الفرق الإيرانية، فبالتالي خلوه لو لعب في مباراة المنتخب الإيراني إن شاء الله بيكون له حسم أكبر. شكرا فراس الخطيب قائد منتخب سوريا، والذي عدا بعد فترة من المعارضة أو عدا الامتناع عن الانضمام المنتخب السوري نظير معارضته للنظام السوري ما وراء ذلك من أسباب. واليوم هو قال عودتي رياضية، فراس الخطيب يقول عودتي رياضية، ولهذا السبب عدت المنتخب السوري ومثلته، وكنت كصديق مقرر عمر السومة لاعب نادي الأهلي والنجم الكبير، قد أقنعته عمر السومة. كان له موقف أيضا مشابه لموقف فراس الأول، ولكن اليوم عمر السومة نقلا عن رئيس الاتحاد السوري، والتأكيد فراس الخطيب الآن أن عمر السومة سيكون معهم خلال الفترة القادمة فيما تبقى من مباريات. بقي فقط بعض الإجراءات يعني البسيطة لمشاركته، لأن اللاعب أبدى رغبته حسب فراس وحسب رئيس الاتحاد السوري، واللاعب سيكون حاضرا في المباريات المتبقية الثلاث المتبقية، قطر وأوزبك أو قطر والصين
وكذلك إيران في آخر مباريات هذه الجولة الثانية من المجموعة الثانية المؤهلة لتصفيات كأس أو لكأس العالم 2018 في روسيا. هذا كل شيء في هذا الحوار، احنا حاولنا فقط أنه ناخذ أحد الأطراف اللي هم رئيس الاتحاد السوري وفراس الخطيب اللي هو طرف مهم في عمل الوساطة بين الاتحاد وكذلك اللاعب عمر وعمر السومة. فراس الخطيب الآن أبدأ كل هذه التوضيحات. طارق،